ايه اللي انت عملته عشان تغذي موهبتك وتقدر ان انت بالفعل تاخد خطوات، لا انا هشارك في مهرجانات باعمال معينه. اهم حاجه انا حسيتها الفرجه، انا كنت بتفرج على افلام بالزياده يعني، حتى من وانا صغير كانوا بيقولوا لي كل شويه اصحابي، انا ما خدتش بالي بحب الافلام غير اصحابي في المدرسه اللي خلوني اخد بالي، عشان كنت كل مره اقول لهم يلا نروح السينما فيقولوا لي ما كفايه بقى زهقنا. كل ما يجوا يخرجوا انت عايز تروح سينما. قلت لهم في حاجه ثانيه تتعمل يعني؟ يقول لي اه ممكن نخرج نتكلم في كافيه. لا اكيد فيلم احلى بكتير يعني، اكيد اقعد مع ممثلين احسن اقعد مع اصحابي. فاكتشفت ان انا بحب الافلام، اتفرج على 4 افلام في اليوم مثلا، كنت فاكر ان انا بضيع وقت، بعد كده اكتشفت لا بالعكس انا بعمل تستفيد. بحث بالظبط، بستفيد بكل خبرات افلام عالميه، افلام قديمه، افلام جديده. وطبعا مع الدراسه في الجامعه، عشان اخدت برضو بكالوريوس مصغر سينما ومسرح، واشتغلت برضو مساعد مخرج، فيعني كل ده طبعا ساعدني. طب يعني انت شكلك صغير قوي على كل الحاجات دي، فجميل ان الواحد وهو في سن صغير يكون عنده خبرات متراكمه بالشكل ده. قول لي بقى ازاي بدايه المشاركه في مهرجانات بشكل عام، سواء كان مهرجان اللي هو 48 ساعه بتقوم بيه بعمل او مهرجان افيف. اخر مهرجان يعني في افيف؟ اها هو كان، هو حلاوه افيف ان هو الفيلم ده انا عملت انا عايزه، مش طاقة خالص ان هو يتقفل مهرجان عشان من كتر الحريه اللي انا واخدها، اللي هو انا كنت طالع من تجربه كده في شركه كنتش مبسوط قوي، فعايز افرغ الطاقه دي واعمل فيلم تجريبي اعمل اللي انا عايزه خالص بحريه واسعه تماما. ففي الاخر ان عشان انا جربت عملت حاجه جديده، فده اعجب اعجاب جوه مصر واعجب اعجاب اكتر بره مصر. طب فكرت في الفكره ازاي؟ يعني رامي لما قال انا عايز اعمل حاجه مختلفه زي انت ما قلت، انا كنت متضايق فحبيت ان انا اخرج الطاقه دي في عمل ابداعي. احنا شفنا طبعا العمل اثناء الفاصل هو عمل صامت ما فيهوش كلام، لكن قايم على الموسيقى والتصوير الخاص بيه، لكن انت كنت بتفكر في ايه ساعتها او ايه التيمه اللي انت مشيت وراها؟ هو عارفه لما انا كنت حاسس، كنت حتى قريت حاجه علميه كده ان احنا البني ادم ممكن بعد ما يموت او قبل ما يموت على طول يندم ان هو ما حققش اللي هو عايزه، وان الحياه طلعت بسيطه مش محتاجه كل الستريس او كل القلق اللي هو كان فيه ده. فمثلا ممكن اشتغل في شركه مثلا عشان مثلا اتجوز وافتح بيت وكده، وفي الاخر افتح بيت واعمل كل المجتمع يبسط مني وكل حاجه، بس انا في الاخر حققت ذاتي، مش مبسوط، مش مبسوط، مش سعيد بالظبط. فعارفه في الافلام دايما لما يقول لك شريط حياتك لف كتاب حياتي، ايوه كتاب حياتي لف، ايوه من وانا صغير وانا كبير، فانا قلت اعمل فيلم كده بس اجيب الحلم بس، ما اجيبش براه يعني، ما اجيبش الموت نفسه، اجيب بس شريط الحياه جوه اللي هو مخرج. ساعات الواحد بيقعد مع نفسه يعمل فلاش باك كده، أيوة على كل حاجه في حياته، ويفتكر انا حققت ايه ما حققتش ايه، طب بعد اللي حققته ده انا مبسوط ولا لا؟ أيوة انا حققت فعلا الهدف بتاعي ولا لا؟ هنا بتبقى رساله يعني موجهه. لما شاركت في الفيلم انا عرفت ان كانوا 22 فيلم مشاركين في المهرجان، بيبقى في شروط معينه او مواصفات معينه للعمل اللي بتتقدم بيه؟ هو ده كان مهرجان تجريبي، فلازم يبقى افلام يعني مش افلام عاديه، لازم تبقى افلام مختلفه فيها تجريبيه. طبعا تجريبيه دي كلمه يعني ممكن حد يشوف حاجه تجريبيه، ممكن حد يشوف حاجه عاديه، فيعني بيبقى فيها وجهه نظر. وجهه نظر بالظبط. فمعظم الافلام كانت يعني غريبه او مش غريبه، يعني بيحاول يعمل حاجه جديده، فممكن تفشلي قوي او تنجح قوي. دايما عاده في الافلام دي صعب يبقى فيلم عادي، هو يبقى الفيلم ده وحش قوي الفيلم ده حلو قوي، عشان هي بتبقى حاجه جديده. ايوه. فمن هنا كان ده الفيلم العربي الوحيد اللي بيشارك او تم قبوله من ضمن 22 فيلم. انت تابعت بقى كل الافلام اللي كانت مشاركه شفتها؟ اقول لك الصراحه ما هيضايقوا مني، بس انا كنت خلصت الفيلم ورحت مهرجان كام بقى، اصل مهرجان كان الكبير شغال بقى، فيعني انا قدمت لهم الفيلم ورحت. ايوه مش كل يوم موجود اشوف كل الافلام الحلوه دي. انا في يوم شفت حتى 4 افلام من الافلام الكبيره اللي هي الافلام الطويله يعني، و3 ساعات تبقى في المهرجان الاساسي مع المخرج بيبقى موجود، فكان حلم جميل يعني، مش اكتر من كده تتعلمي و قالوا لك يعني بلغوك ازاي بقى ان انت اللي فزت؟ وكلهم عارفين يوسف شاهين هناك بقى في فرنسا. طبعا كله بقى انت مصري قوي يوسف شاهين طبعا، يعني ده اساسي هم الاعماله. طب بمناسبه بقى طبعا مخرجنا العالمي الراحل يوسف شاهين، انت مين حببك في مجال الاخراج والكتابه والاعمال الفنيه بشكل عام؟ هو طبعا يوسف شاهين من دول المخرجين المهمين جدا، وكمان اسكندريه ليه وكمان تعتبر افلام سرياليه برضو. وانا عامل فيلم سريالي، فطبعا دي بيطلق عليها افلام مهرجانات. ايوه بالظبط مش كده؟ ايوه غير اغاني غير مثلا باب الحديد اللي هو فيلم دراما. طبعا
تحفه. بس ساعات يقولوا الفيلم الجماهيري ده فيلم جماهيري وده فيلم للمهرجان. انت ايه وجهه نظرك في الموضوع ده؟ وانا فيلم مصدوم ايه؟ فيلم جماهيري اللي هو اي حد يفهمه. فيلم مهرجان بيبقى مش حكايه ان احد ما يفهموش، بس هو بيبقى زي مثلا اكنه لو انت طبيب هتفهم الحاله دي. بس لو انت جمهور عادي مش لازم تكون قريت شويه نوع الفن ده. اصل هو فيلم السرير بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن عايزين يعملوا يعني السرياليين بيحاولوا يعملوا فيلم زي الحلم. اها. طبعا حاجه صعبه قوي. هو بيقولوا الاحلام الحاجه الوحيده الغريبه الانسان بيبقى القصه بتبقى غريبه قوي في الاحلام، مفيش احلام ما بتبقاش عاديه، بتبقى حاجات مالهاش علاقه ببعض. فهم بيحاولوا يعملوا لوح او مزيكا او افلام بهذه الطريقه. وكل واحد يشوفها بطريقته او بعينه او برؤيته. أيه. او بحالته النفسيه حتى. أيه. لو العقل الباطني اللي يفهمه. اها. بس مش 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 في السطح كده. ايه رايك في حال الفن في مصر؟ لا هو احلى حاجه ان المسلسلات قلت شويه، بس ده على السينما، فانا عاجبني ده جدا. السينما اول مره في رمضان اللي فات كان عدد المسلسلات فعلا. بس الحلو في كده بقى ان السينما عليت. عن اكتر عن اي سنه بقى فيها افلام اكتر. السينما المصريه ومكانتها ما بين السينما بشكل عام، احنا بقينا بنسمع عن الافلام الهنديه، الافلام الامريكيه، يعني في افلام كمان دخلت في نطاق المنافسه بشكل كبير في الفترات الاخيره. انت شايف ايه؟ وجهه نظرك ايه؟ خصوصا ان انت حابب الموضوع ده من زمان. لا يعني زي ما قلنا في افلام كتيره يعني جماهيريه كبيره موجوده، يعني شريف عرفه عامل فيلمين السنه دي، وفي برضو الافلام مستقله مصريه. ففي النوعين، في الافلام اللي هي بادجت كبيره قوي، ميزانيه كبيره، في ميزانيه صغيره. فلا المستقبل حلو يعني. انت بتميل لايه؟ لا بحب الاثنين، لا مالهاش دعوه. اشتغلت في ايه بالظبط؟ كمساعد مخرج يعني؟ اشتغلت في ابو عمر المصري ورايح المدام. ده كان لذيذ قوي رايح المدام. التجربه لطيفه يعني. استفدت منها. طيب انت بتالف وبتخرج الاثنين مع بعض. شايف المستقبل في اي اتجاه، او حابب ان انت تتخصص ولا حابب ان انت تجمع؟ لان احنا عندنا رموز كتيره في السينما المصريه كانت بتقوم بالكتابه ايضا الى جانب الاخراج. مين مثلك في الموضوع دوت وحابب ان انت تحقق فيه ايه؟ هو في مخرج فلسطيني اسمه ايليا سليمان. كان برضه عنده فيلم في مهرجان، كان فيلم طويل. ده راجل رهيب يعني، بيعمل افلام صامته برضه. صامته وكلها. انت غاوي الافلام الصامته؟ مش غاوية، بس حلاوتها ان هي كلها على التركيز على الاخراج. اكتر من الديالوج بتاع الحوار. فكله في الاخراج. كله في الكادرات، كله في ازاي يمشي. هو كان عارض فيلم في كام برضه. كان فيلم رهيب برضه. تمام. وحضرتك كنت سالتيني سؤال قبليه. بقول لك مين من المخرجين اللي انت شايف ان هو وطبعا في برضه اجانب برضه يعني. لا انا عايزه المصريين بقى شويه. اتكلم عن مخرجينا العباقره يعني. طبعا ايوه. عندنا يعني مخرجين كبار. أيوة. جدا. حتى في السينما المستقله في احمد عبد الله. برضه بيعمل افلام مختلفه. وطبعا يعني كبار طبعا شريف عرفه. يعني الابيض واسود في عز الدين ذو الفقار من اكثر المخرجين، حتى كانوا بيشاركوا ايضا في كتابه السيناريو في الافلام السينمائيه. يعني طبعا عندنا مخرج الواقعيه الكبير، يعني عندنا مجموعه متميزه جدا من مخرجين. هل حد فيهم كان ليه تاثير عليك في حبك للسينما، ولا انت بتميل للسينما العالميه اكثر؟ لا بميل للاثنين يعني. انا بميل للسينما العالميه في طريقه الاخراج، ولكن بميل في انا في الاخر عايز اعمل افلام مصريه. ما هو افلام صلاح ابو سيف بقى يعني مخرج الواقعيه. أيوة. المصريه يعني. أيوة. انا بحب اجمع بين الاثنين، وعشان كده جمالي شيرين. لما تشوف فيلم شيرين تقولي ايه ده فيلم فرنساوي ده، بس هو فيلم مصري. طب يعني ممكن نعمل احنا عايزينه، فهو ادانا فرصه ان نعمل احنا عايزينه من الاخر. انت كواحد من الشباب شايف طاقه الشباب بتتجمعوا ازاي كفنانين بقى؟ ايه رؤيتكم للحاله الفنيه؟ حابين السينما المصريه تسير في اي اتجاه؟ لا هو اهم حاجه في موضوع الشباب ان احنا يعني حتى لو مثلا ما حدش يشتكي مثلا ما معناش ميزانيه نعمل مثلا مزيكا او فيلم، عشان اهم حاجه انك تتجمعي مع الناس الصح. تكون مجموعه العمل ده زي الفلوس. فتشتغلي مع حد موسيقار زيك مثلا زي ما انت مخرجه، فمش هياخد يعني هيبقى كويس، ولكن مش هتدفعي له جامد، هيبقى عامله للفن زي ما انت بتساعديه. هتطلعوا مع بعض. بالظبط بالظبط. جيبي ممثل برضو لسه في الاول بيطلع. ففي طريقه تعملي فيلم شكله اكنه فيلم كبير، ولكن هو بتكاليف قليله جدا. بدات فعلا في الموضوع ده؟ عملت ايه؟ يعني في فيلم برضه جديد لسه هنقدمه. اوعى تقول لي فيلم صامت. لا المره دي مش صامت. لا 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 المره دي مش صامت.
بس مش شايفين اي وشوش المؤثرين. هو لازم يبقى في حاجه، لازم يبقى في حاجه مختلفه كده تخلي الواحد. بتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ربنا يوفقك وتقدر تحقق كل طموحاتك واهدافك في المستقبل باذن الله، ويكون اسمك دايما متواجد في كل المهرجانات العالميه باذن الله. بشكرك جدا يا رامي. رامي علام احد نماذج الشبابيه اللي ان شاء الله نتوقع ان هم يبدعوا في مجال الفن في السنوات القادمه اكتر، لانه بالفعل بدا خطوه مهمه جدا وهي تواجده في احد المهرجانات العالميه، يعني بفيلم بيعد الفيلم العربي الوحيد. كل التوفيق ليك يا رامي ان شاء الله، ان شاء الله تبقى نجم كبير تكون معانا دايما في مصر جميل. شكرا. اوكي وبقى والنجوميه بقى، اصلا عندي تصوير اصلا. انا بقول لك اهو هنعرض لك الحلقه دي ساعتها يا رامي. اوكي بشكرك جدا بالتوفيق ان شاء الله، ولسه مع كل مشاهدينا. وهنرجع تاني للرياضه، لكن المره دي هيكون معانا سباحه مصريه جميله برضو ليها انجازاتها الخاصه بيها اللي هنشوفها ونتابعها معاكم. هتكون معايا مايا محمد هيثم بعد الفاصل باذن الله. عالم الجمال في مصر جميله مع الاستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، كبير أطباء جراحة التجميل، استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية.